اليوم تتواجدوا بمنزل فنانة كبيرة معروفة ومتألقة في الوسط الفني هي أسماء الشرقاوي. اليوم غادي نناقشوها وندردشوا معها شوية وهي بدورها غادي تجاوبنا وتناقش معها. مرحبا بينا عندها. مرحبا لله. نهار كبير هذا بمناسبة رمضان ومناسبة هذا الشهر الجليل عند الله سبحانه وتعالى، كنرحب بكم. شكرا. وكنتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى. لالا أسماء، قناة الأخبار الفجر المغربية تفرح بك طبيعة الحال وتتسولك شنو آخر الأعمال ديالك وفين كان هذا الغياب الطويل؟ شحال هادي ما شفناك؟ فين كان؟ واش كان غياب ولا منفى ولا شنو؟ لا فعلا كان غياب لجوج ديال الظروف، لأن كان الطرف الأول هو أن الزوج ديالي الله يرحمه كيتوفى، انقطعت على الفن المجال الفني حيت هو كان باغي يشوفني في واحد المستوى بحال نعيمة سميح، شي وحدة يعني طارحة نفسها في يعني مع المجتمع المغربي وفي الغناء وفي التمثيل وفي كل شيء. ومن وقعت ديك الفاجعة صافي قطعت يعني. الله يرحمه. السؤال اللي بغيت نوجهه لك لالا أسماء، شنو هما أهم المحطات اللي مروا في الحياة ديالك؟ ذكرينا حيت هذا الغياب اللي غبتي بزاف على المشاهد، وبغينا نعرفوا أسماء فين برزت أكثر أغنية عزيزة عليك وأكثر محطة اللي مازالت تتعيشيها الآن لتفكريها. وهي فعلا كانت في الأول درت واحد الألبوم من 5 أغاني وكنت فعلا دزت في إذاعة الجهوية ديال فاس مع السي عز الدين الزناقي اللي كاتب الكلمات ديالي والألحان، ودزنا حتى في الإذاعة ديال الإم إف إم ديال السي جواد رامي. ويلا بديت كنبرز نفسي في الساحة الفنية. واش شاركتي في مهرجانات؟ واش يعني شنو كانت نوع المشاركة ديالك؟ واش كانت محلية دولية وطنية؟ قربينا اكثر ليك فنانة ديالنا. فعلا انا كنت من الطفولة يعني كنتوجه انني ندير شي حاجة في الغناء ونبرز نفسي في المجتمع. مني درت هاد المحاولة مع الزوج ديالي الله يرحمه صافي يعني انقطعت مني، بقات ديك المشكل ديال الوفاة ديالو. درت شي اعمال خيرية هنا في فاس يعني في مركب الحرية، درت شي اعمال يعني اللي غادي كتعرف الفنان كيبدا في الاول كيخصو يبرز نفسه بواحد الطريقه ما عندوش امكانيات انه يبان في التلفازه، ما عندوش امكانيات ان شي يتمثلو من ناحيه الانتاج وهذا يعني. فعلا يعني انك انت قبل ما تكوني فنانه انك انسان يعني مديتي يعني درتي مجموعه من الاعمال التطوعيه من جهد ديالك الخاص من المال الخاص وكما تيقولوا راه الفن قبل ما يكون فن هو رساله. شنو الرساله ديالك اللي ممكن تقولي اليوم يعني خصوصا هو ان الفن بالامس ماشي هو الفن ديال اليوم وزمن الطرب كما تيقولوا ولا مع اصحابي بس هي من انت تطربي مزيان انا تصنت لك صراحه. هو الغناء راه هدف وماشي يعني غير يغني الانسان بلا هدف، يعني كيكون فيه واحد الرساله كتوصلها للمجتمع باش يكونوا حتى الكلمات مزيانين يعني حقاش راه المجتمع ديالنا تبارك الله ذواق وكيعرف الفنان اللي كيغني ولهذا. انا كنغني طربي وكنغني شقي ومغربي اصيل يعني كتعجبني نعيمة سميح غيثة بن عبد السلام، اغاني الحلوه اللي كانت يعني حتى الكلمات ديالها مزيانين وهادفين وهذا اللي كاين يعني. تنشوفوا دابا الموجه اللي مهيمنه في الساحه هو ان هذه الاغنيه الشبابيه المغربيه دابا هي اللي طاغيه. شنو علاش ما شفناكش في هذا اللون الغنائي؟ علاش فداش مش مع ام يعني مجموعه من الفنانين اللي دابا مثلا بحال اسماء المنور يعني تبارك الله عليهم وتنتي تبارك الله عليك يعني تتبدعي في الطرب وعلاش ما دخلتيش انت الاغنيه المغربيه الشبابيه؟ بالنسبه للاغنيه المغربيه الشبابيه انا تعجبني انا نفسي يعني نفسي كتعجبني تبارك الله الذوق اللي كيغنيو في هذا الشباب هنا، غير انا الميول ديالي اكثر للغناء الطربي الاصيل يعني يمكن لي نغني بحال دابا اغاني مغربيه اصيله في النمط ديال نعيمه سميح وغيثة بن عبد السلام
يعني يمكن لي ندير واحد التجربه، ما نقدرش نرفض ولا شي حاجه. دابا حاليا ملي جيت نستقر في المغرب غنحاول ندير ان شاء الله شي تجربه باش نريب الجمهور ويشوفوا تما اسماء وشكون هي اسماء. انت تتغني بزاف في الطرب، شكون هما المدارس اللي يعني متشبعة بهم والقدوة ديالك؟ ما شاء الله كاينين مدارس كثار، يعني شغل تنختار فيهم بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة للشرق؟ لا في الشرق، في الشرق. في الشرق بالنسبة كتعجبني الوردة الجزائرية، كلثوم الهرم اسمها، يعني هادو كان عندي ميول ليهم اكثر من وهذا. دابا غادي نستغلوا الفرصه وتعطينا شي مقطع من شي مقطع طربي من هاد المدارس هادو، اختاري انت اللي بغيتي. هذا راس العين فرق ما بيننا ليه الزمان، فرق ما بيننا ليه الزمان، ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوان، فؤادي في حبك مجروح، وقلبي من بعدك بينوح، تعال شوف يا حبيب الروح، تعال شوف يا حبيب الروح، ده العمر كله، ده العمر كله بعدك هوى. شكرا بزاف وتبارك الله عليك، صوت جميل جدا. مقطع من اسمها انا. تبارك الله عليك. تنلاحظوا اليوم الجنان باش نعيش معكم بعض الاطوار ديال سجل كواليس ديال السلسله الجديده ديال العروسه الجديده، وكنتي فيها ممثله. شنو ممكن تقولي لنا على التجربه الجديده؟ واش التجربه ما بين التمثيل والغناء، شنو ممكن تقولي لنا في هذا؟ انا بالنسبه لي التمثيل والغناء راهم في الدم ديالي، يعني من الطفوله عندي الاسره ما شاء الله كلهم ناس فنانه وكلهم متذوقين الفن الاصيل بالنسبه للمغربي ولا الشرقي، وترعرعت في هذا الجو هذا. والتمثيل انا كنقول لك يعني كنسبح في واحد البحر، ما كانش عارف براسي اني كنكون كنمثل، يعني كننسى نفسي. وكذلك الغناء، وهاد التجربة ديال العروسة يعني كانت العروسة جديدة، العروسة جديدة اسمح لي العروسة جديدة كانت يعني فكرة كنا طرحناها أنا وسي عز الدين الزناقي، ودخلوا معنا أخوات يعني اللي شاركوا معنا في السلسلة كلها، كل وحدة دارت الدور ديالها، يعني أنها الزوجة الثانية والثالثة والرابعة. بخصوص هاد الدور هذا، واش انت هكا في الواقع ولا غير مثلا؟ واش بصح انت عروسة فادية ولا غير التمثيل هذاك ولا غير؟ لا لا هو تمثيل، يعني طبيعة الحال شفت تمثيل، معناتها تمثل هو تمثيل، ولكن كان التجربة يعني الأولى أننا طرحناها في رمضان، غير حنا بالنسبة للوقت ما كانش كيقطنا وهذا، باش يعني السلسله خصها الصراحه تكون قبل رمضان، وحنا درناها في رمضان، وغنستطيعوا ان شاء الله اننا نديروا الحلقات كاملين لما يكمل السي رمضان. تبارك الله. اسماء، بالنسبه لهاد السلسله الجديده العروسه الجديده، شكون كان مو هاد الفكره؟ كانت الفكره ديال مجموعه من الفنانه قدام وجداد شاركوا جماعيين يعني في هذه الفكره هذه، باش نطرحوا واحد السلسله رمضانيه على العروسه الجديده، باش نعملوا واحد الفكره جديده ديال التمثيل، الناس يخرجوا من ديك الاطار ديال الجو اللي كنا فيه كورونا وهذا. اجتهدنا حقا يعني، وكان عمل الحمد لله، نتمنوا انه يروق الجميع ان شاء الله. شكرا، كان عمل جميل ونتمنوا يلقى صدى. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب، او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.